وياكم داود من الإمارات يعني دبي، جلس في الفندق فوق 4 أيام حاليا. فندق جميل صراحة وما مقصرين، من الستاف من كل الخدمات عندهم، من نظافة من سرعة الاستجابة، وفندقهم خطير والوالد جاي بعد ونشد لهم هالشيء. اي والله، واقول بعشا اقول انا بعد ازيد من هذا ما اقدر اقول، وايد زين طيبين كلهم، من عمالهم من اكلهم من شربهم من كل شيء، وايد وايد زين. انا ممتاز، احنا وايد مرتاح يعني، صرنا هوتيل لكن مثل هني ما شفنا، وايد زين ناس طيبين. لا ما قصروا، اي ما قصروا باي شيء صراحه، اي شيء وايد ان شاء الله نزورهم مره ثانيه. ان شاء الله كل سنه نبي نجي ان شاء الله.